السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا يوم أمس كانت حلقة البرنامج عن هيبة الدولة وضياع هذه الهيبة في ظل نفوذ الميليشيات وسطوتها في العراق، وفي ظل التحديات المستمرة من قبل الميليشيات لحكومة الكاظمي وقبلها حتى عبد المهدي وأي حكومة جاءت بعد الاحتلال. اليوم نكمل الحديث لكن من جانب آخر متعلق بالجانب الإيراني وكيفية تحكم إيران بالمشهد الأمني والسياسي في العراق والاقتصادي كذلك، وهل لإيران يد فيما حصل في اليومين الماضيين من عملية تحريك الميليشيات لقصف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية، والآن هناك زيارة من وفد رفيع إلى إيران يحمل رسالة من مصطفى الكاظمي. طبعا لا أحد يعلم ما هي مضمون هذه الرسالة أو ما هو مضمون هذه الرسالة، لكن من هو الذي يحمل هذه الرسالة؟ سنتحدث بعد قليل عن هذا الموضوع. مصادر مقربة من هيئة ميليشيات الحشد كشفت عن أن اعتقال عناصر ميليشيا العصائب جاء بموافقة وتأييد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني. طيب لماذا إيران أو إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس يعطي الموافقة على اعتقال عناصر أو قيادي في ميليشيا العصائب، والميليشيا بحد ذاتها هي من أصحاب الولاء المطلق لإيران؟ هناك تفسير من مجلة نيوزويك الأمريكية لهذا الموضوع. المجلة تقول إن إيران تحاول إيصال رسالة مزدوجة لبغداد وواشنطن، مفادها أن أمن العراق بيد إيران، والثانية أنها تتحكم بالميليشيات هناك. هذه رسالتان ترسل، واحدة إلى بغداد والثانية ترسل إلى الولايات المتحدة، أن الوضع في العراق تحت سيطرة إيران، إن كان من الناحية الأمنية، إن كان من الناحية السياسية، إن كان من الناحية الاقتصادية. والجميع يعلم أن الميليشيات لها دور كبير جدا في إنعاش الاقتصاد الإيراني بسبب وجود السلاح وطبعا سيطرتها على كثير من مفاصل الدولة الاقتصادية واستفادة إيران من أموال العراق. طيب الجديد أيضا أن أبو علي العسكري وهو زعيم ميليشيا حزب الله في العراق هدد ببيان أو رسالة أرسلها خلال موقع تيليجرام انتشرت طبعا، أرسل هذه الرسالة والتهديد إلى مصطفى الكاظمي، قال بأنه سيتم قطع أذنيه كالماعز أجلكم الله. طبعا هذا كان تهديد من أبو علي العسكري زعيم ميليشيا حزب الله في العراق. شلون وصل الحال بالميليشيات في العراق أن تهدد علانية بدون أي خوف حتى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة؟ هذه الشعارات والتوصيفات الكبيرة، شنو دور الدولة بالتعامل مع هذه التهديدات؟ ليش نشوف عناصر الميليشيات يتم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم بكل سهولة وبساطة تحت مسميات مختلفة، منها بأنه تم التوافق أو الاتفاق على أنه لن يتكرر الموضوع، إخلاء السبيل، وساطات بين الميليشيات والحكومة، بغض النظر ما هو السبب لكن يتم الإفراج عن هذه الميليشيات، أي لا يوجد عقاب حقيقي لمن يقوم بانتهاكات في العراق من هذه الميليشيات. عندنا طبعا كما قلنا ميليشيا حزب الله هددت مصطفى الكاظمي بقطع أذنيه، وطبعا هسه موجود على تويتر ترند أذانات هاشتاج أذانات الكاظمي، وسم يستهزئ من خلاله العراقيون على حال الدولة العراقية، العراق العظيم، هذه الدولة الكبيرة ذات السمعة سابقا ذات السمعة المحترمة الآن تهان ويذل رئيس الوزراء ويهان بشتى الوسائل ويعتدى عليه لأنه لم يضع لنفسه قيمة ولم يقم باتخاذ إجراءات حقيقية لردع هذه الميليشيات، وبالتالي شيء طبيعي أنه تطلع الميليشيات أو كل من هب ودب يهدد ويتوعد. إن كان رئيس الوزراء مهدد فما حال المواطن العراقي البسيط؟
شنو مصير العراق البسيط اللي واقع تحت رحمة هذه الميليشيات وسلاحها عندما يهدد رئيس الوزراء بقطع أذنيه؟ طيب، موقع Voice of America قال إن صداما يوشك أن يقع بين حكومة مصطفى الكاظمي والميليشيات المدعومة من إيران في ظل استهداف البعثات الأجنبية. طبعا هناك الموقع أضاف أن هذه الواقعة، عملية انتشار الميليشيات في الشوارع واستعراضها بالأسلحة، تمثل دليلا جديدا على نفوذ الميليشيات برغم محاولات الكاظمي الفاشلة، كما وصف الموقع، في إظهار قوة الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية. من معنا؟ ويانا السيد حسين من البصرة، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك ويحيي قناة الرافدين حبيبي. الله يسلمك، حياك، تفضل يا حسين. استاذ محمد، يعني هاي حكومتنا هاي حكومتنا تقبلها العظيمة، كلهم ايرانيين، كلهم ايرانيين وامريكيين ويهوديين دولة. نعم. هو لو يسيم وبيحرم ما يعني إدارة إيران ويدخل إيران. نعم. هذول الميليشيات مو جابهم هو، جابهم العامري، جابهم العامري وجابهم السياري وقيس الخزعلي، هم جابوهم الله وكيلك بسم الله العظيم. احنا شفناهم بعيوننا بالأربعينية بالمجاية، والله العظيم منشآت دخلت. نعم. زين، يعني سادتة إيران 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 تتحكم بينا مربط، يعني هذا العراق اللي هو العظيم، والله العظيم ما يكون ود ذرية من صدام. سيد حسين، ميليشيا العصائب، سيد حسين، ميليشيا العصائب قالت بأنه العملية اعتقال القيادي في الميليشيا كان لأسباب جنائية ولا يتعلق بموضوع قصف السفارة الأمريكية أو المنطقة الخضراء. طيب، شو وقت كانت الحكومات، حكومات الاحتلال كلها، من شو وقت كانت تعتقل قادة الميليشيات أو أي عنصر صغير في أي ميليشيا موجودة في العراق لأسباب جنائية؟ وينهم عن الجرائم والمجازر اللي ارتكبتها الميليشيات سابقا؟ شو اليوم صار اعتقال القيادي لسبب جنائي مو لأنه ضرب المنطقة الخضراء؟ أنا قلت لك يا شيخ الأنسل، لأن هذول الميليشيات، نعم، هذول الميليشيات وهذول جماعة قيس الخزعلي كبيرة الله كلهم كبيرات، وهم تبعية القاسم السليماني، ويقول لك احنا نطلب سهر نعم. العراق شلون حاربنا؟ حارب ايران، وهم ذولا جاي يصلحون هاي السهر. نعم. سيد حسين، انا اشكرك من البصره، ويانا ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. تفضل استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. تفضل استاذ محمد والقناه المكدره والشعب العراقي. حياك الله يحفظك. بالنسبة أستاذ بالعراق، الوضع ما يجري بالعراق من فوضى ومن ميليشيات ومن قتل وجرائم، هو أستاذ العراق ما في حكومة أصلا، رئيس الوزراء هذا هو فاكر، وكله كلام وكذب على حصر السلاح في يد الدولة أطلع. نعم. واضح، كل واحد مشكك بأن الكاظمي شو يحصر السلاح، فهذا مجنون. الكاظمي رجل فاشل ولا يتفقد للشرط بساحة التحرير، لن يحمي العراقيين ولن لابد من إسقاط هذا المجرم، وتحية لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه، ويانا قاسم من امريكا، تفضل يا سيد قاسم. مرحبا، مساء الخير، مساء الوقت، مساء النور، حياك الله، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك، اكو مداخله بسيطه احب ان اتكلم وياها. طبعا انا ماجستير اداره اعمال مشاريع وبكالوريوس اعلام من الولايات المتحده الامريكيه. اهلا وسهلا، تفضل. لكن الله يسلمك، اكو بعض يعني اشكالات حول ما المقدمه اول شيء، وبعض الإشكالات اللي موجودة في داخل البرلمان، قبة البرلمان، وبعض الإشكالات اللي البعض من عندها كأنه يقول أنا إيراني أو أنا سعودي أو أنا أي جهة كانت. أولا، طيب، إذا العراق بشعبه وبثقافته وبأخلاقه وبتربيته وبمنطقه وبكل علماء المفكرين، نعم، أن يكونوا يداً واحدة وفكرة واحدة، إذا كانت إيران
أو إذا كانت السعودية أو إذا كانت تركيا أو إذا كانت أي دولة أن تتدخل بشؤون العراق، فالشعب لا يسمح بذلك. لكن يوجد في قبة البرلمان ما بين مدافع إلى إيران وما بين مدافع إلى السعودية وما بين مدافع إلى تركيا وما بين مدافع إلى بعض الدول المجاورة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، التدخلات الخارجية التي تتدخل بشؤون العراق هذا ليس لمصلحة الشعب. الشيء الآخر، ضرب السفارة الأمريكية في العراق هذا يجر العراق إلى حرب أهلية. ربما البعض لا يعرف السياسات الخارجية. ليش حرب أهلية يا سيد قاسم؟ ليش حرب أهلية؟ الدول لا تريد الوقوف العراق بشيء مستوى راقي. منها مشروع ميناء الفاو يجب أن يكون عمل جدي وجاد في بناء البلد، هذا واحد. اثنين، كثير من الدول المجاورة التي ذكرتها قبل قليل، أنا كثير من الدول المجاورة لا تريد الخير إلى العراق. نحن خرجنا طيب أنا أريد أسأل حضرتك بنقاط ذكرتها قبل شوية. تقول بأن التدخلات الدول المحيطة بنا بخلاف التدخل الإيراني، من لديه القدرة على أن يتدخل بالشؤون العراقية الاقتصادية الأمنية والسياسية ويكون هو صاحب القرار بخلاف إيران؟ منو تواجد على الساحة العراقية من دول الجوار لديه النفوذ ولديه الميليشيات ولديه القدرة على التحكم بالقرار السياسي العراقي بخلاف إيران؟ حتى الدول المحيطة بنا ربما قد تكون هناك محاولات، نحن مطمع للآخرين، لكن الفعلي أو الواقع يقول بأن إيران هي المستحوذ بعد الولايات المتحدة على كل مفاصل الدولة العراقية، ولا تعطي مجال لأي أحد آخر بأن يأخذ جزءا أو نصيبا من العراق. فعلى أي أساس حضرتك حللت أنه السعودية وتركيا متدخلين؟ ما نوع أو طبيعة التدخل مقارنة بالتدخل الإيراني والنفوذ الميليشياوي الإيراني في العراق؟ راح أن أجاوبك على هذا سؤالك الباقي جدا حقيقة. لكن بنفس الوقت يعني عندما تسكن في بلد وتعرف قوانينه وتعرف تاريخه وتعرف سياسته وتعرف كيف يتعامل، إذا قلنا التدخل الأمريكي مثلا، خلينا نقول أنا ساكن في الولايات المتحدة من 17 سنة و 18 سنة، لكن أمريكا في حد ذاتها ملتهية في اقتصادها وأمورها، ملتهية في انتخاباتها، ملتهية في مجالاتها في كل الدول. أمريكا إذا كانت العراق موجود أو ما موجود هذا حقيقة ما يهمها قطرة في البحر. لكن من يدفع أمريكا ومن يدفع أمريكا للتدخل في العراق هم الدول المجاورة المحيطة بالعراق، لأن اقتصاد العراق وثروة العراق وثقافة العراق إلى تركوه خلال هذه الفترة راح يصعد بمستوى راقي جدا. البعض يعرف الدولار صعد 145، أنا سمعت من خلال السوشيال ميديا وبعض أصدقائنا في العراق، لكن في نفس الوقت راح يأثر على الإنسان الفقير، لكن في نفس الوقت راح يرفع من مستوى الاقتصادي للبلد. طيب هذا واحد. لا سيد قاسم، أنا أكتف وياك بهذا القدر لأنه عندنا متصلين ينتظرون، ويبدو حقيقة أنه يعني هناك سوء فهم لدى حضرتك بالنسبة للوضع في العراق. أولا الولايات المتحدة ما تحتاج أحد يدفعها حتى تتدخل، الولايات المتحدة هي أساس ما يحدث في العراق اليوم، وكل اللي دي يصير اليوم هو نتائج الاحتلال الأمريكي والتواجد الأمريكي في العراق. الولايات المتحدة قوة عظمى ما راح تشغلها انتخابات عن متابعة شؤون وقضايا أخرى تهم المصلحة الأمريكية والتواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وغيرها. يعني لا حد يعتقد أو مثلا حضرتك توصل فكرة أنه عندهم انتخابات فمخبوصين فناسين العراق. دولة وصلت إلى مرتبة تكون بها هي رقم واحد، فمستحيل أنه تكون هذه الأمور تعيقها عن استمرار متابعتها لقضايا منطقة الشرق الأوسط العراق بشكل خاص، وهي الأساس طبعا بجلب إيران وغير إيران للعراق. موضوع أنه الاقتصاد العراقي، احنا تكلمنا ويا خبراء اقتصاديين طبعا، أكثر من محلل اقتصادي وخبير اقتصادي تابع وحلل الوضع في العراق وقال بأنه خطوة
وزارة المالية والحكومة بشكل عام بخفض قيمة الدينار العراقي سيئة جدا وفاشلة، وستقود الاقتصاد العراقي إلى مزيد من السوء. لن يأتي من هذه الخطوة أي خير، لأنها كانت منذ البداية في مصلحة المنتفعين من الأحزاب والميليشيات. أبو فاطمة من النجف تفضل، حياك الله. الله محييك أستاذ محمد، تحية لك ولكافة الأخوة. حياك أخي. أنا يعني أستغرب من بعض المتداخلين كلاخ قاسم وغيره، هل هؤلاء عايشين في القمر أم لا يعرفون شيء؟ بأمريكا عايشين، بأمريكا. بأمريكا، ممتاز. أخي إيران لا تتدخل في العراق، إيران محتلة العراق. أي تدخل؟ إيران محتلة العراق. يعني يعني هؤلاء ما أعرف كيف يعني يتحدثون يتصرفون. لا يوجد شيء في العراق يعني بمعنى الدولة، المؤسسات منهارة، لا زراعة لا صناعة، هو مجرد أصبح بلد مستهلك. نعم. لهذه الأحزاب ولهذه الميليشيات فقط. نعم. انتقام من العراق من الأليف إلى الياء. إذا كان من يعني الآن أمريكا يتحدث، أمريكا ربما الآن يعني إحنا نقول تريد أن تصحح الأخطاء التي بل الجرائم التي سببتها في العراق. فالأمر القضية الاقتصادية والقانون ولا يوجد شيء من هذا القبيل. الناس يعني ماتت من الجوع فعلا. يعني قضية العملة وانخفاض الدينار كلها في صالح هؤلاء. هم مجرد أخي، لأن أنا أعتقد يعني شخصيا هم في طريقهم إلى انهيار هؤلاء، لأنهم الدولة أخي لا تدار بهذه الطريقة، لا تدار بهذا لعب. طيب يعني هم يريدون سيدة أبو فاطمة، أنا يعني أستوقفك لغاية اللحظة بهذا الموضوع حتى بس ندخل بموضوعنا الأساسي اللي هو اليومين اللي مضن واليوم. شنو تطورات الأحداث اللي صارت من الميليشيات وقصف المنطقة الخضراء وهذا التصعيد اللي صار؟ حكومة مصطفى الكاظمي دزت وفد رفيع المستوى إلى إيران. منو اللي يقود هذا الوفد؟ أبو جهاد الهاشمي اللي تصف التقارير الدولية بأنه رئيس الوزراء الخفي بالعراق اللي يدير أمور العراق، وهو طبعا متسبب بمجازر ضد المتظاهرين في ثورة تشرين. هذا الشخص مصطفى الكاظمي حمل رسالة مجهولة التفاصيل إلى إيران بهذا الوقت بالذات. برأيك شنو الهدف من إرسال هذا الشخص الملطخة يده بدماء العراقيين ليكون هو وسيط أو ليكون هو موفد من مصطفى الكاظمي إلى إيران بهذا الوقت بالذات؟ وهذا أبو جهاد هو من الحشد الشعبي أخي؟ نعم، هو من الحشد الشعبي. نعم، يعني تصرفات تخبطات مصطفى مشتت الكاظمي. يعني أنا يعني أخي أنا لا أثق بهذا المدعو رئيس الوزراء، لا أثق به أبدا، وهو عبارة عن يعني مراسل لإيران في العراق بصراحة. هذا أنا وجهة نظري، وهو رئيس وزراء عصابات خامنئي في العراق. لماذا؟ لأن إرسال مثل هذا الشخص المجرم إلى إيران معناه أنه شوية على كيفكم، احنا ترى ما بينا حيل نتواجه مع أمريكا، لأن أمريكا لا تمزح أخي. نعم. محمد. وهذه التصرفات وهذه الكاتشيوش، هذا اللعب الأطفال الذي لا يضر فقط المواطن العراقي. نعم. يريد أن، لأن هو يعني أصلا هو عندما ذهب إلى إيران كان عبدا من عبيد خامنئي. نعم. فلا يجرؤ، لا يستطيع، ليست له شخصية ولا يستطيع أن يتكلم، يرسل هؤلاء المجرمين هؤلاء الميليشياويين إلى هناك ليهدئ الوضع. والأمر أخي سيستمر، يعني لأن سياسة كذلك سياسة إيران هي سياسة حمقاء، سياسة مجرمين. نعم. فسيستمر الوضع هكذا إلى أن يعني إحنا، أنا بصراحة نتأمل أن الشعب الإيراني هو يقوم بأن يخلص المنطقة. نعم. من هؤلاء. أنا أشكرك سيد أبو فاطمة من النجف للمشاركة، ويانا علي من بابل، تفضل يا علي. سيد علي من بابل. طيب فقدنا الاتصال. سيد أبو طاها من بغداد، تفضل يا أبو طاها. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله أستاذ محمد بالنسبة لهذه الحكومة هي حكومية إيرانية بحت. نعم. زين.
يعني ما تقدر تحرك اي جندي من جنودها الا مو بامر ايراني. نعم. والميليشيات ايرانيه. نعم. الاحزاب ايرانيه. ما يقدرون يخطون خطوه واحده الا مو امر من اسيادهم العجل. يعني تتوقع هذا الوفد اللي دز مصطفى الكاظم الايران حتى يرجع له بالتعليمات والتوجيهات؟ اي اي بالضبط استاذ محمد. نعم. يعني بانه رئيس الوزراء مالنا وعاد ما نسميه رئيس وزراء، نسميه شرطي يعني او مراسل بريد. نعم. رئيس وزراء. زين. يعني راح يذبنا بتهلكه بس الله اللي يدري بيها. نعم. اوامره من ايران. شغله كله من ايران. نعم. يعني ابسط شيء الكهرباء صار لها 7 ايام 8 ايام قلت التجهيز مالها 70%. يا ليش؟ قالوا مو ايران قطعت الغاز علينا. عجبال العراق هاي دوله كبيره. زين. نعم. ما عندها غاز شغل المولدات الا من ايران. فسلموا العراق كله بيد ايران. نعم. زين. والميليشيات والعمله الصعبه والقتل بالشوارع كله بامر من ايران. سيد ابو طه، سؤال لو سمحت. اكو شيء استفز العراقيين صار خلال هاليومين لما ميليشيا العصائب اطلقت الصواريخ او القذائف تجاه المنطقه الخضراء والسفاره الامريكيه، وصفتهم الحكومه ووصفهم مصطفى الكاظمي بالخارجين عن القانون. لكن لو غيرهم سوى هذا التصرف كان صاروا ارهابيين. ليش التعامل بالكيل بمكيالين بالتوصيفات اللي تطلق على كل من يرهب العراق، المواطنين، حياة الناس؟ يعني هاي الميليشيات وهي دا تستخدم السلاح وأسقطت هذه القذائف على بيوت الناس، مو إرهاب هذا؟ هذا مو إرهاب أستاذ محمد، هذا لذبة الإرهاب. نعم. زين. هذا لذبة الإرهاب من دي طلقون هاي الصواريخ. اي وتوقع على الناس الابرياء والكاظمي ما يحرك ساكن. يقول خارجين عن القانون. أيوه. يعني شنو خارجين عن القانون؟ شنو خارجين عن القانون؟ يا شو ما يعرفون منين؟ حتى خارجين عن القانون يقدر يحاسبهم. يلا خارجين عن القانون حاسبهم، انت تمثل القانون بالعراق. نعم. حاسبهم ليش ما يقدر يحاسبهم؟ هو اصلا اكو قانون بالعراق حتى يكون خارجين عنه؟ كل قانون ماكو في العراق، قانوننا كله ايراني. نعم نعم. قوانيننا الموجوده بالعراق هسه لحد الان كلها ايرانيه. سيد ابو طه من بغداد، انا اشكرك على المشاركه وصلت فكرتك، شكرا جزيلا. ويانا علي من بابل. علي تفضل، حياك الله. علي 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 نص صوت التلفزيون يا علي. مو ما داعي هذا التلفزيون يا ابو طه. ها تفضل، حياك الله. لا العفو. الله يسلمك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. شلونك استاذ محمد؟ الله يحفظك. حياك الله يسلمك. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظ الجميع. الله يوفقك. الله يسلمك استاذ العزيز. نعم. سؤالك وجيه وحلو. يا هو احنا ما عندنا ميليشيات بالعراق، بالعراق محتلة ميليشيات إيرانية. أها. لا احنا عندنا احتلال إيراني كامل. نعم نعم. وإذا تجي على الاستهلاك. نعم. سابقا اسأل أهلك. نعم. الأكبر منك. نعم. العسكر الموجودين سابقا. نعم. عندنا بس وزارة الدفاع سابقا مستهلكة تستهلك. أي العراق كان منتج. صحيح. من ألبان الديوانيه الى اطارات الديوانيه الى سرنجات الحله. نعم. مو فاحنا هنا عندنا احتلال. واذا حكيت حكايه وقال هالكاظمي على هاي الميليشيات خارجه عن القانون، تقبل له هذا كلام بالهواء فقط. هم هددوه قالوا له نقص اذاناتك. نزلوا للشارع وهددوه ويقطعون ايده، مو بس هددوه. نعم. وخلي عاني هسه هذا اخوك عمك العيسى، واذا ارمي لي طلقه هسه بالمستان ينقلب علي مرخي الشرطه وياخذوني. يقولون عليك ارهابي. ارهابي
ويطلعون عشيرتي كل إرهابية البعيثة. وأنا أشكرك أستاذ العزيز. شكرا جزيلا سيد علي من بابل. فعلا لا يوجد قانون في العراق يحاسب، لا يوجد قانون في العراق ينصف، حتى بالوصف من يخرج تخرج التوصيفات للإرهابيين الحقيقيين الموجودين في العراق قبل ظهور داعش هم الميليشيات، ما تقدر الدولة توصفهم بهذا التوصيف، تقول عنهم خارجين عن القانون، مجموعة من اللي يتصرفون تصرفات فردية. لكن أن يأتي مثل ما قال السيد علي من بابل، لو أطلع أضرب لي بالغلط طلقة بالهواء حيوصفون أنه أنا إرهابي وأني وعشيرتي نختفي. ليش؟ لأنه ماكو ظهر يحميهم، لأنه مو هم اللي موفرين لإيران الدعم المادي والتواجد، لا دول الناس بسطاء. لكن الميليشيات ممنوع أن يوصفون أو يحاكمون أو يحاسبون على جرائمهم وانتهاكاتهم. من عندنا؟ من معنا يا شباب؟ السيد عبد الرزاق من بابل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، تفضل حياك. والله يا أستاذ محمد سالفتنا سالفة. نعم. مع الأسف. شنية؟ يعني اليوم نشوف الوضع مالتنا بالنسبة للكهرباء. إي. يتحكم بها الإيراني. نعم. انقطع 4 ساعات، والله شنو هو؟ الجارة العزيزة ما جاي تطيب غاز. نعم. ليش هو العراق فقير؟ والعراق هو أبو الخيرات. صحيح صحيح. مو صحيح؟ نعم. يعني ليش هيك؟ يعني هسه شوف، يعني أسوأ دولة، أسوأ أي. دولة على مو مثل حال العراق. يعني العراق يا سيد عبد الرزاق، العراق بحسب الأرقام الحكومية يحرق ما يعادل كمية من الغاز الطبيعي يحرقها تكفي توليد طاقة كهربائية لثلاث ملايين منزل بالعراق. طيب ليش احنا إذا عدنا هذا الغاز اللي ينحرق بالجو اللي يقدر بمليارات الدولارات ونروح نعتمد على إيران اللي بين لحظة والثانية تقطع عنا الغاز وتقطع الكهرباء؟ هذا للأسف لقلة حرص للسياسيين على بلدهم. نعم. مع كل الأسف يعني العراق يوصل هالمرحلة هذه من الحالة المزرية. وال يعني الجماعة يعني شو مثل ما تقول مرتاحين. مرتاحين اقتدار السياسيين، مرتاحين على الوضع هذا. مع كل الأسف تجيك راح الانتخابات راح يسووها لك جمرة. نعم. فاللي أرجو يعني واللي أتمنى من كل العراقيين أن يعني يستعدون من دول السياسيين، وكل يوم يمر صعب يخلوا بالهم لا يتناسوا. نعم. لأنه ثبت يعني بأنه دول السياسيين الشعب العراقي أبد ما مخلينه بالهم، مخلين مصالحهم ومنافعهم والمواطن العراقي داخل. نعم. ونتمنى من الله أن يصلح العراق والعراقيين ويحفظ العراق والعراقيين. تحيات. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. طبعا السيد عبد الرزاق هو ثاني متصل أو ثالث متصل يتكلمون عن نقطة قطع إيران أو خفض كمية الغاز المصدر من إيران إلى العراق اللي مسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية. خفضت إيران النسبة ب 50% بسبب عدم تسديد العراق لديونه. طبعا لما طلعوا العراقيين الشباب المتظاهرين الثوار بالشوارع حتفوا إيران برا بغداد تبقى حرة، طلعت حنان الفتلاوي وغيرها من المسؤولين البرلمانيين يقولون ذولا خلايا داعش النائمة بالمحافظات الوسطى والجنوبية اللي يتكلمون على إيران، يقولون إيران الدولة الجارة، إيران اللي وقفت ويانا بالشدايد. طيب مو هاي العراق هسه يمر بشدة، العراقيون محرومون من الطاقة الكهربائية. إيران لا تعتقد أو لا تفكر أن من في العراق هم جيران، من في العراق هم حلفاء. إيران تنظر إلى من يعيش في العراق، من يقود العراق، من يتحكم بالقرار السياسي أو الحكومة الموجودة بالعراق كأنه أدوات وخدم.
هؤلاء الذين يديرون الشؤون الداخلية في العراق، لأنه إيران أهم شيء الاستفادة للدولة الإيرانية من أموال العراق. ما تدفع فلوس نقطع عليك. العراق بحسب وكالة الطاقة الدولية يقوم بحرق كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل في العراق بالطاقة الكهربائية. هذه الكمية، ونروح احنا نشتري من إيران الغاز اللي احنا عندنا غاز نقاوته أكثر من 95%. عندنا السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. أهلا محمد، حياك الله. احنا نعرف أستاذ من نجيء خميني لدفة الحكم بإيران، هذا سيناريو تلعب أمريكا وإسرائيل بوجه إيراني. نعم. أمريكا خلت نفوذ إيران كبير بالعراق، ليش؟ لأن تحقق مصالحها ومصالح إسرائيل. وهذا الغزل معروف يعني من زمان. أنه يقولون الإيران احكي علينا وكذا، أمريكا احكي وكذا، قول الشيطان الأكبر. أي. بس هم دي يمثلون سياسة لوي الأيدي بالنسبة للدول العربية والإسلامية حتى تجي تطبع مع إسرائيل. نعم. وهذا السيناريو مشى على كل العرب من ليبيا والسودان واليمن وسوريا ولبنان. اي فامريكا هي المحركة لكل الدينامو الموجودة بإيران وتدخلها بالعراق ونفوذها بالعراق القوي. نعم. أبصر شيء الميليشيات من دا تطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية هي كلها بدعة. نعم. تطلقها بمحور يعني نقول خارج السفارة الأمريكية حتى توصل رسالة أنه على أساس إحنا ضد أمريكا. بس وين دا توقع هاي القذائف؟ توقف على العراقيين محيط السفارة. هم إذا ضربوا قلب السفارة بمعنى أنه ضربوا أمريكا ويطلعون أنه صدق هم ضد أمريكا. بس هاي ما يعرف بيها الإنسان البسيط، بس دول العملاء الموجودين هم عملاء أمريكا وإيران. يعرفون بيها لأنهم باقين على سدة الحكم. طيب هاي تقوية لهم، تقوية حتى يوصلوا للشعوب ويقولوا لهم شوفوا إيران على أساس هي ضد أمريكا. إيران من طلقت صاروخ وأسقط الطائرة المسيرة على البحر. طائرة أمريكية، شو أمريكا ما ردت. لأن هاي بس مجرد رسالة يوصلوها على أساس إيران ضد أمريكا. هاي كلها كلاوات والناس تعرف بيها، والحكام حتى العراقيين الموجودين هسه يحكمون العراق اللي تابعين للنفوذ الإيراني يعرفون بها. بس مجرد حتى يكون متواجدين بالحكم لحين ما يتقرر الوضع الأمريكي الصحيح، وديش هسه إيران تنتهي وكل هاي الميليشيات تنتهي وتطبع كل الدول العربية مع إسرائيل ويصير سلام كامل. لأن احنا نعرف الرئيس الأمريكي أول ما دخل الحكم الرئيس ترامب. طيب. قال أنا سأحقق السلام بين العرب وإسرائيل. شلون يحققه؟ بخلط الأوراق. طيب سيد أبو أيسر من تركيا، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. تبقى هي لعبة دولية، طبعا ضحية هذه اللعبة الدولية هي الشعوب العربية والشعب العراقي بالشكل الأخص، لأنه من العراق انطلقت إيران لتدمير دول عربية أخرى، اليمن، سوريا ولبنان. وطبعا هناك انتشار لإيران بسبب سماح للأسف سماح المحيط العربي، وكذلك الرغبة الدولية بتقوية إيران في المنطقة لابتزاز الشعوب الدول العربية المحيطة. هذا كله طبعا أمر ملعوب وخطة. عندنا محمود من الأنبار. محمود من الأنبار تفضل يا محمود. فقدنا الاتصال. حميد من السماوات، تفضل يا حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا بسبب التدخلات بسبب الميليشيات وقادتها الفاسدة هذه، هي اللي بدورها سمحت إيران أن تتدخل بحق العراق. نعم. وقامت بأعمال إجرامية
بمستويات كافية يعني. هي قامت بسلب ونهب الممتلكات وذهبة النفط والأموال حتى خزينة الدولة على يد هذه الميليشيات وقادتها وحتى المراجع الدين الفاسدة التي تدعم ميليشياتها بكل هذه القضايا المخلة لا. وقامت بالاعتداء على المواطنين وقامت بالاعتقالات من أبناء العوائل الناجحة سواء في الأنبار سواء في ديالة سواء في كل المحافظات الأخرى وما زالت ما زال مع الأسف مع كل الأسف في السجون والمعتقلات على يد هذه الميليشيات ومراجعها الفاسدة اللي هي فاقدة للقانون من كل المستويات ومع الأسف أن الشعب هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي يدعم هذه الميليشيات المارقة الباعثة. النسبة قليلة يا حميد، النسبة قليلة مهما كانت تعتقدها كبيرة هي قليلة مقارنة بالشعب العراقي بشكل عام. نعم أنا أشكرك يا سيد حميد من السماوة، شكرا جزيلا. عندنا السيد ممتاز من الرمادي، تفضل. من رومانيا عفوا، تفضل حياك الله. من رومانيا اهلا وسهلا. ايه طبعا الحكومه العراقيه كلها فساد وخونه ومافيا. من صار الاحتلال على بغداد وعلى العراق لحد الان ما شفنا واحد يحب العراق ويدافع عن الشعب العراقي وعن المواطنين. والله يساعد الشعب العراقي وان شاء الله الله يخلصنا من عدوهم. وكل هذه العراق هسه كل حكومته ايرانيه. النظام ايراني، الحكم ايراني، القانون ايراني. كلها ايرانيين ايرانيين ايرانيين. لا ليش 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 خابصينه ومصدعين رؤوس الناس انه هيبه الدوله وسياده العراق هيبه وينك هذا الكلام؟ كلها مافيا. مافيا عصابات فلوس نفط. يعني وين النفط وينه؟ من كنا بالسبعينات والثمانينات عايشين ملوك ملوك. وين حش السامع العراقي عايش مثل الكلب بالخارج يعني ما سوون ذولا رؤساء الجمهورية والوزراء ورئيس الوزراء وغيرهم. الزمانة كان كله معامل الألبان ومعامل الإشبال والكهرباء والنفط والغاز والهذي ما كنا نصدر كله من العراق. هاي 2 مليار و 600 مليون دين على إيران، لو سوولهم مشروع ما يكلف له مليار يغذي العراق كله من الكهرباء. بس شنو؟ مافيا. سيد ممتاز أنا أشكرك من رومانيا، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا أبو عبد الله من أبو غريب، تفضل يا أبو عبد الله. السيد أبو عبد الله من أبو غريب فقدنا الاتصال. السيد أبو علي من بغداد، تفضل. أبو علي من بغداد، أبو علي حياك الله، تفضل حبيبي. بالنسبة للتدخلات، أي التدخلات الإيرانية مو؟ أي نعم التدخلات الإيرانية زين أشوفها، يعني ماكو إشكال، هم ساعدونا صداعي شو. أي تمام. طيب ليش لعد قطعوا عليك الغاز؟ ليش لعد قطعوا عليك الغاز وصار عندك ماكو كهرباء؟ ليش؟ إذا هم ساعدوا ليش ما تعطيهم فلوسهم بعد؟ ها؟ ليش ما تعطيهم فلوسهم؟ ليش ما تنطون فلوسهم؟ طيب هم مو المفروض يساعدوك والدوله الجاره وقفوا ويانا بالشدايد؟ ليش ما يتحملوك؟ ليش ما يتحملوك وانت عندك ازمه اقتصاديه؟ مو ذولا اللي يعتمد عليهم الجيران؟ يا اخي صار 5 سنوات ماكو ولا فلس، يعني يعطوك فلوسك اخوك من يعطيك من يقرضك من يريد فلوسك اخوك منك وبيك. بس احنا كلنا نذبح بايران، بايران ما تعرف السعوديه. ماشي يلا انا وياك خلي نقول ايش بيها السعوديه؟ ايش سوت للعراق هي او غيرها؟ احكي لي مقارنه بايران ايش سوت للعراق؟ سوت اي سوت الاعداء حماله من داعش شالها بالسعوديه.
داعش اجتك من سوريا، داعش اجتك من سوريا، داعش اجتك من سوريا فتح لها نور المالك الباب، ايش عليها السعودية؟ شرفك نور المالك فتح الباب يا ابو المنصفين يا استاذ محمد، والله واحد باكر موت وراه ابو علي، ابو علي ابو علي بس لحظه بس لحظه، احنا هنا ما قاعدين بديوان، بس لحظه اسمح لي، احنا هنا ما قاعدين بديوان دا نشرب شاي ونسولف، احنا هنا دا نجيب لك معلومات. الصحراء، صحراء الانبار كانت متواجده بها القوى الامنيه الحكوميه، هي اللي عندما تركت المكان دخلت سيارات بها عناصر من داعش من سوريا. الحدود العراقيه مو المفروض تكون مؤمنه؟ مسؤوليه منو هاي حتى يدخلون عليك؟ عوفك من هذا الموضوع هسه. اليوم احنا موضوعنا ميليشيا العصائب واطلاق الصواريخ على المنطقه الخضراء، يطلع لك ابو علي العسكري زعيم ميليشيا حزب الله يقول له المصطفى الكاظمي حقطع اذنك. طيب وين هيبه الدوله؟ وين السياده؟ وين رئيس الوزراء اللي من المفروض وفق القانون هو مسؤول عن الحشد اللي بيه العصائب وحزب الله وغيرهم؟ فقدنا الاتصال. سيد ابو علي من بغداد يقول بانه ايران وقفت ويانا وحاربت داعش. طيب انت ايران وقفت وياك وحاربت داعش، لولا التحالف الدولي بقياده الولايات المتحده لما استطاعت اي قوه على الارض التحرك سنتيمتر واحد. هذا واحد. ثانيا ايران بسببها تهجر اكثر من 4 ملايين عراقي في المخيمات بسبب عمليات التدمير الممنهجه للمحافظات المنكوبه اليوم. بسبب ادوات ايران الميليشيات الطائفيه ذات الولاء الايراني مثل حزب الله والعصائب وغيرها اللي تقول علنا بانه لو صارت حرب بين العراق وايران حنوقف ويا ايران، ذولا ادوات ايران قتلوا العراقيين دفاعا عن ايران، هجروا العراقيين دفاعا عن ايران، سرقوا العراقيين دفاعا عن ايران. ايران اليوم متحكمه بالقرار السياسي العراقي، مو كلامي، هذا كلام العالم من تقارير دوليه وصحف ومجلات وغيرها. كل العالم يعترف أن إيران هي المتحكم بالمشهد الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي في العراق. يعني مع احترامي بس الأعمى أو اللي ما يريد يشوف، هو يعتقد أن إيران بعيدة أو بريئة من ما يحدث في العراق. من عندنا السيد محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مشاهدين جميعا قناتكم الشريفة، الله يسلمك، حياك حبيبي. أولا إحنا ما عندنا مشكلة الشعب الإيراني، الشعب الإيراني هو مضطهد على وحده. نعم. إحنا نحكي عن سياسة إيران، حكام إيران هذولا دبثومة أخي، أخطر من كورونا. نعم. هذولا دبثومة، شوف وين حاطين إيديهم، باليمن دمروا اليمن. نعم. سوريا دمروا سوريا. فهذولا عندهم مشكلة البشرية. نعم. مو بس العراق أخي محمد. نعم. حتى هذه التجارة الشعب الأمريكي الأخيرة ما سووا إيران طبعا. أي. عن التجار الإيراني حسب التحقيقات الأمريكية. مهم. فهو مو بس الغاز بالنسبة للموضوع كان محمد. نعم. مو بس الغاز، النفط والكهرباء. نعم. شو يقول؟ يقول ابو علي من بغداد يقول لك يعني شنو انتوا ليش تحملوها ذنب اللي دا يصير؟ 5 سنين ما منطوها انتوا فلوس، وكانه دا يتكلم انه ما منطيها انتوا وكانه هو مو بالعراق او مو عراقي. يقول 5 سنين انتوا ما تنطوها فلوس، حقها تقطع عليكم. وبالمقابل لما تجي تتكلم عن او تنتقد سياسات ايران في العراق يقول لك لا، ليش تنتقد ايران وقفت ويانا بالشدائد؟ طيب مو هاي هسه شده، العراق يمر بازمه اقتصاديه، المفروض الدوله اللي فعلا اذا كانت حليف والعراق المفروض يستند عليه تصبر علينا الى ان نوقف على رجلنا وبعدين ننطي، مو تستغل الفرص لاضعاف العراق اكثر. اي شدائد وقفت ايران؟ هي ايران جابت داعش. نعم. حتى يدورون موصل منطقة الأنبار. نعم. دخلوهم ودبروا المدن. نعم. حتى داعش. هو العراق ليش فلس؟ إيران فلسته. نعم. وأكو شيء ما دبرته العراق إيران. شنو فلاس العراق حاليا غير إيران وميليشيات إيران؟ نعم. هذا إنسان يناقض نفسه أخ محمد. وهذا عميد من عملاء معلشة يعني. سيد محمد، ليش نلقى هاي النماذج اللي بعدها تدافع دفاع مستميت عن إيران رغم أن العراق أفلس بسبب إيران، بسبب أدوات إيران اللي سرقت ثروات العراق؟ العراق يسرق يوميا بحسب محللين اقتصاديين يقولون بأنه إحنا لما نبرم صفقات تجارية مع إيران بقيمة 20 مليار دولار بالسنة، إحنا فعلا ما نشتري قيمته ما يتجاوز نصف ما ندفعه. يعني أكو أموال دا تهدر دا تروح إلى إيران، العملة الصعبة دا تروح إلى إيران،
فلسونا دمرونا بسبب ميليشياتهم، ليش بعد هاي الناس تدافع هذا الدفاع المستميت؟ أنا أقول لك اللي انتصرت محمد بطلوا عليه يعني 40 مليون وهيك 40 مليون 30 مليون هذول الحثالة حثالة العراق حثالة لك إياها. شكرا جزيلا سيد محمد من هولندا. نعم وصلت فكرتك، انا اشكرك. للاسف طبعا للاسف انه نجد من لا يزال يدافع عن الباطل، يعني الجيران الحق هم الذين يقفون مع ابناء العراق قبل هاي القضايا السياسيه والامنيه، يقفون مع العراقيين الجوع الفقراء اللي يوميا نسبه الفقر عندنا بالعراق تزداد، الامراض تزداد. ما الذي صدرته ايران للعراق؟ صدرت المخدرات، صدرت السلاح، صدرت الميليشيات، الكحوليات وغيرها من هذه المفاسد اللي أدخلتها إلى العراق. هناك طبعا في العراق اليوم القنصليات الإيرانية هي مراكز المخابرات لتعذيب العراقيين، لخطف، لاعتقال، سجون سرية بسبب سماح حكومات ما بعد الاحتلال للنفوذ الإيراني بالتواجد، بسبب ضعف سلطة الدولة على الميليشيات اللي أصبح لديها الآن قوة عسكرية تضاهي ما تملكها الدولة، ووصلت إلى مرحلة أنه تهدد علنا وما كل يحاسب. لما يكون أكو هاشتاج أذانات الكاظمي يستهزئون العراقيين على رئيس وزراء تحت يحمل شعار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الشعار الضخم، لكن على أرض الواقع لا يستطيع أن يحاسب نملة من الميليشيات، إذن هي مجرد شو إعلامي، دعاية إعلامية لنفسه، محاولة للتسويق نفسه لأنه هو مسيطر. لكن واقع الحال يقول الصبح الميليشيات تستعرض في بغداد، بالليل والشوارع فارغة وما بها أجلكم الله بس الحيوانات الشاردة، ينزل مصطفى الكاظمي يفتر بالسيارة. ليش ما ألقيت قبض على ميليشيات استعرضت في وسط بغداد بالسلاح؟ ليش ما ألقيت القبض عليهم نازل لي بالليل؟ عموماً هذا هو للأسف واقع العراق مشاهدينا الكرام، يدار من مجموعة من الهواة للأسف الشديد. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.